السلام عليكم تلاميذ الأعزاء وتلميذات العزيزات. ألوغ معكم الأستاذ ديالكم مراد. ألوغ بالنسبة للتلاميذ اللي مازال ما فهموش يعني الطريقة ديال كيفاش نوضعوا مثلا واحد العدد في جدول القياسات. إذا نعاود نذكركم، ألوغ هذا عندي جدول القياسات. إذا الوحدة الرئيسية أو الأساسية هي المتر. إذا المتر هو الوحدة الأساسية. ألوغ الجهة ديال اليمين هادو كيتسموا أجزاء المتر، ديجا كنا درناها، هذه غير كمراجعه للتلاميذ اللي مازال شويه ما فهموش. وهذه الجهه اللي على اليمين كتسمى مضاعفات المتر. داكوغ؟ اذا قبيله ما كانش قدنا الوقت، الو شوفوا معايا مزيان مثلا نعاود نقراوهم باش تذكروهم. اذا هذه الوحده الاساسيه هي المتر، د ام ديسيمتر، س ام سنتيمتر، ام ام مليمتر. الوغ ديسيمتر سنتيمتر مليمتر، دي ام ديكا متر، اش ام هكتومتر، ك ام كيلومتر. داكوغ؟ الوغ دابا حنا بغينا نوضعوا هذا العدد 324 ديكامتر، بغينا نوضعوه في الجدول، بغينا نوضعوه في الجدول. اذا في هذه الحصه الاولى غندير لكم فقط كيفاش نوضعوا الاعداد في الجدول. في الحصه الثانيه غنديروا كيفاش نديروا الجمع ديال العددين، او لا الجمع ديال هاد الاعداد هادي، وكيفاش نديرو التحويلات ديالهم. الو مثلا عندي 324 ديكامتر، وركزوا معايا مزيان غدا ان شاء الله نبغي كلشي يجيني فاهم، ما كلشي ما فهمتش ولا باش ندوزو لحاجه اخرى، ما بقاش واقفين غير هنا. الو عندي هنايا 324 ديكامتر. الو شنو هي الوحده اللي عندي هنا ديال القياس ديال الطول؟ شنو هي؟ عندي ديكامتر. الو ديكامتر، ركزوا معايا مزيان كيفاش كنخدموا. الو ديكامتر، داكوغ ديكامتر. اذا نجي هنا نشوف هنا هو الديكامتر، هذا لا الديكامتر كتكون بين دي و ام، كتكون عندنا ا داكوغ، والديسيمتر ما كايناش ا، كاينه دي ام. الو هنا الديكامتر كنشوف انايا هذا العدد، هذا عندي 324، شنو هو الرقم ديال الوحدات ديالو؟ رقم الوحدات ديالو هو 4. داكوغ؟ اذا هذا الرقم ديال الوحدات هو اللي خصو يكون في الخانه ديال الديكامتر. الو قلنا بان هذا الرقم ديال الوحدات هو اللي خصو يكون تحت الخانه ديال الديكامتر. الو غنجي الديكامتر، انا فين هو الديكامتر؟ ها هو الديكامتر. اذا شنو عندي هنايا؟ 4. إذن 4 غنديرها في الديكامتر هنا، فوالا ها هي 4. من بعد 4 شنو عندي؟ الو 4 قبل منها شنو كاينه؟ كاينه اثنان، او لا عندي الوحدات، من بعد الوحدات كاين العشرات. الو العشرات غنحطها هنايا في الهكتومتر، ما غنحطهاش هنايا في المتر، غنحطها في الهكتومتر. عندي هنايا اثنان، الو اثنان في المئات عندي 3، 3 غنديرها هنا. داكوغ؟ إذن هذا العدد شنو غنقراه؟ غادي نقراه 324 ماذا؟ كيلومتر؟ لا. هكتومتر؟ لا. ديكامتر؟ وي. إذا دائما كنقرا الوحدة اللي عندي في رقم الوحدات هي اللي كنقراها. ألو هي 324 ديكامتر. نشوفوا العدد الثاني، مثلا عندي هنايا 1950 ماذا؟ 1950 سنتيمتر. إذا الوحدة عندي هي سنتيمتر، فوالا سنتيمتر. إذا فين هو السنتيمتر؟ ها هو السنتيمتر. الرقم ديال الوحدات شنو هو؟ الرقم ديال الوحدات هو صفر. ماذا يعني هذا؟ يعني ان هذا الصفر هو اللي خصو يكون تحت السنتيمتر. اذا غنجيب السنتيمتر وغندير صفر، داكوغ، ندير صفر، ومن بعد الاعداد الاخرى غادي نكتبها بتراتبيه. اذا 5 9 1. اذا ها هي شنو ولات عندي؟ 1950 ماذا؟ اذا دائما كنمشي للرقم ديال الوحدات، 1950 سنتيمتر. دائما الرقم ديال الوحدات هو اللي كنقرا الوحده اللي مقابله معاه. اذا هنايا صفر مقابله مع سنتيمتر، اذا نقرا 1950 سنتيمتر. ندوزو للعدد الثالث. العدد الثالث عندي 335 ماذا؟ ام ام، ام ام هي مليمتر. مليمتر، الو الوحده الاساسيه هي المليمتر عندي هنايا. اذا فين هو المليمتر؟ ها هو المليمتر. واحد، هذاك هو المليمتر. الو غادي نشوف الرقم ديال الوحدات. رقم الوحدات ما هو؟ رقم الوحدات الصالح لي زينيتيك هو 5. 5 وبلاش 5 هذا، يلا صافي خلينا نكمل. فوالا 5. الو هاد 5 فين غنحطها؟ فين غنحطها؟ تحت المليمتر. اذا فين هو المليمتر؟ ها هو المليمتر. اذا غندير هنايا 5، لا لا صالح غندير 5. الو هنا غندير 3 ولا غندير 3. اذا شنو غنقرا هذا؟ 335 مليمتر. مليمتر. الو العدد الاخير 670 ديسيمتر. الو شنو غادي ندير؟ غنشوف الوحده اللي عندي ديسيمتر. الو اتونسيون، انا ما عنديش ا، الا كانت عندي ا نقرا ديكامتر، انا عندي ديسيمتر. فين هو الديسيمتر؟ ها هو الديسيمتر. الو شنو هو الرقم اللي غندير تحت منه؟ 6 7 ولا 0؟
غندير تحت منه صفر، غندير تحت منه الرقم ديال الوحدات، غندير صفر. اذا هنايا الديسيمتر غندير هنايا الصفر، موراها 7 و 6 هي 670 ديسيمتر. داكوغ، اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء. هذا الشيء راه ديجا شرحناه قبيله في القسم، هذه غير لان الوقت شت بان بعض التلاميذ مازال ما فهموش، ها انا كنعاود ندير اليوم هذه، الوغ غدا نبغيكم تجيوني فاهمين. ما تقولش لي السيد راه ما فهمتش، علاش؟ باش ندوزوا لحاجه اخرى، ما نبقاوش حنا واقفين غير هنايا. انا خطأ. نعم؟ انا خطأ. ولا دابا ما خصهمش يخطئوا دابا، لان انا شرحت لهم في القسم وما شرحت لهم دابا. يلا، الله يعاونكم، السلام عليكم، حتى غدا ان شاء الله.